أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على للقوم الظالمين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا أن تبوأ
لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. وَبَشِّرِ فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا ربنا طمس على أموالهم واشتد على قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. صدق الله العظيم.